لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الورد، صباح النور، مرحبا بكم في لايف سبورت. البداية بالأخبار المحلية. دارت يوم أمس الدفعة الثانية من منافسات الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في مالية. أبرز النتائج: أمل الركبة بتطاوين ينهزمها من مستقبل مرسى 3 أهداف مقابل هدف. هدف الأمل سجله إيهاب الترودي دقيقة 14 مقابل ثلاثية المستقبل، سجلها كل من ماهر نويوي بضربة جزاء دقيقة 22 ودقيقة 53 في زوز مناسبات، وهدف نزار السمشي دقيقة 87. النجم الراسي يفوز على أولمبيك مدين هدف مقابل صفر. هدف محمد جميع دقيقة 82. مستقبل وادي الليل يفوز على نادي البملي 3 أهداف مقابل صفر. ثلاثية أمير الجوادي دقيقة 43، أيمن العمدوني في زوز مناسبات دقيقة 55 ضربة جزاء دقيقة 60. جندوب الرياضي يفوز على نادي القرب 2-0. ثنائية وسيم الشيح دقيقة 39 ومن الكنيسي دقيقة 90، والشبيبة القيروانية تفوز على الأمل الرياضي بجربة هدف مقابل صفر. لاعب الشبيبة الفايد بن حسين كان أضاع ضربة جزاء بعد تصدي حارس المرمى علي الفاطمي دقيقة 86، وهدف أحمد الترابلسي في 90+5 مع إقصاء بعد الهدف بعد نزع قميصه. هاو نسمعوا تصريح عصام المرديسي مدرب شبيبه القيروان بعد الانتصار. عملنا مجهود كبير اليوم، بريسيون كبيره نلعبوا امام جمهورنا، حبينا يروح فرحان. الحق الناس كل ما مقصرين، خدمنا مليح في 3 أسابيع هذوما. اول ماتش سربريز مش سهل، الحمد لله لو بليز امبورتون كيما قلت انت، ثلاثه نقاط مهمين برشا. نقعدوا نجريو ماتش فور ماتش. جا ولادي قلت لهم نحن عندنا كراسه جديده، شرينا كراسه في 11 صفحه. الصفحه الاولى الحمد لله معناتها عديناها بسلام. نخموا في الماتشات الجايين، عندنا فريق طيب قاعدين نخدموا قاعدين نصلحوا، ثم بعض الاشياء اللي قاعدين نخدموا فيهم اللي عندنا فيهم مشكله، لكن اهم حاجه ان نخلقوا في الفرص. نداء مره اخرى لجمهورنا انه يقعد معنا للاخر كما اليوم، كان هو المساند بتاعنا، كان هو اللاعب رقم واحد، كان معنا للاخر، والاولاد كانوا في المستوى. جرون برافو للملاعبيه اللي كانوا مركزين لاخر لحظه، لانه هما ديما اول ما جيت يقولوا لي كوتش رانا نحن اوني فور في 15 دقيقه الاولين. قلت لهم لا، لازم نكونوا اوني فور 90 دقيقه كاملين. الحمد لله اليوم اكثر من 90 دقيقه مركزين، 97 دقيقه ربحنا. توا نفرحوا اليوم، غدوه حي نرتاحوا، نهار الثلاث نرجعوا، لانه كل مباراه باش تكون اصعب من غيرها. كل المنافسين باش يجيو يسكروا كل المناطق على الشبيبة القيروان، لازم نلقاو حلول. نحن هوني لا باش نلقاو حلول. اليوم الحمد لله كل اللاعبين المهاجمين الكل هبطوا لعبوا في الجامي طاولين، نلعبوا الا بثلاثه مدافعين. الحمد لله فرحان برشا، فرحان سيرتو بالكاركتير تاع الملاعبيه اللي ما سلموش، وهذاك اللي يصنع الفرق الكبار واللي يصنع الملاعبيه الكبار. كذلك نسمع تصريح مدرب الامل الرياضي بجربه احمد الدريدي بعد المباراه. كل واقعيين رياليست، خاطر جايين القروان لهنايا بالاجواء نتاع الجماهير القروان، بالاجواء نتاع المباراه، الانديفيدياليتي الفرديات نتاع القروان في المرتبه الاولى. دونك كنا منتظرين مقابله صعبه، كلاش يمكن شفتوا وقفه دفاعيه اكثر من الهجوميه الامل جربه. الكره كانت القروان صحيح، ولكن الفرص يعني ابار ضربه جزاء القروان ما كانوش واضحين لزوز فرق. كنا باش نلعب على ديتاي صغيره، تلعبت احنا يمكن قبل الهدف نتاع القروان جاتنا فرصه ضربت على البار هما في وقت قاتل في 96 دقيقة جاء الهدف. مبروك عليهم وإن شاء الله موفقين للناس كل سنة. أعلن الأولمبي البيجي عن تعاقده رسميا مع المدرب جمال خشارم للإشراف على المقاليد الفنية للفريق إلى غاية نهاية الموسم. وكان أشرف خشارم وكامل طاقمه الفني الجديد على الحصة التدريبية أمس بملعب بوجمع الكميتي. يشار إلى أنه جمال خشارم قد أشرف على تدريب نادي المريخ السوداني وعمل كمساعد أول للمدرب فتحي جبال في نادي أهلي طرابلس. في كأس أمم إفريقيا أقل من 20 عام يواجه المنتخب الوطني التونسي اليوم الاثنين 6 مارس نظيره السنغالي، بداية من الثلاثة بتوقيت تونس باستاد قناة السويس بإسماعيلية في إطار الدور النصف النهائي لكأس أمم إفريقيا. للأواسط سيدير اللقاء الحكم الصومالي عمر أبو القدير أرتان، بما تم تعيين المصري محمود عاشور في غرفة الفار. من كرة القدم نبدلوا الاختصاص كرة اليد. فاز مكرم المهدية يوم أمس على بعث بن خيار بنتيجة 30-25 في المباراة اللي جمعتهم في قاعة رشيد بالخوجة لحساب الجولة 19 من بطولة كرة اليد، وبالتالي يضمن مكرم المهدية تواجد رسميا في مرحلة التتويج. في الرياضة العالمية تلعبوا يوم أمس مجموعة من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية، أسفرت نتائج على النحو التالي. في الدوري الانجليزي نوتنغهام يتعادل مع ايفرتون 2-2، ليفربول يفوز على مانشستر يونايتد 7-0. في الدوري الاسباني اتليتيكو ينتصر على اشبيليا 6-1، بلد الوليد يفوز على اسبانيول 2-1، برشلونه يفوز على فالنسيا 1-0، ورايو فاليكانو يتعادل مع اتليتيكو 0-0، وريال بيتيس يتعادل مع ريال مدريد 0-0.
في الكالشيو الايطالي الدرجه الاولى فيرونتينا يفوز على الميلان 2-1، سبيزا يتعادل مع هيلاس فيرونا 0-0، نفس النتيجه سامبدوريا يتعادل مع ساليرنيتانيا 0-0، انتر ميلان يفوز على ليتشي 2-0، وروما يفوز على اليوفي 1-0. في الدوري الالماني باير ليفركوزن يفوز على هرتا برلين 4-1، فولسبورغ يتعادل مع اندراخت فرانكفورت 2-2، ونختم بالدوري الفرنسي بي جي كان فاز على نونت 4-2، تروا يتعادل مع موناكو 2-2، مونبلييه يفوز على أنجي 5-0، ستراسبورغ كان ينهزم أمام ستاد بريست 1-0، ستاد ريميس يفوز على أجاكسيو 1-0، تولوز ينهزم أمام كليرمونفوت 1-0، ليون يتعادل مع لوريون 0-0، ورين ينهزم أمام مارسيليا 0-0. نختم نشرتنا الرياضية معلومة صحية من فوائد الرياضة الصباحية، تساهم في التقليل من القلق والإجهاد والتعب وتقلل من الكآبة وتعطي الطاقة والقوة للجسم. نقطة تانية نشرتنا الرياضية، أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم.